وقال ربكم ادعوني استجب لكم. عارف اسم الله الاعظم ايه؟ قبل ما تقولها توضي، توضي جيبك وتوضي قلبك. عيان، مديون، مهموم، مش عارف اوصل لربك، قلبي مخنوق، العيال شقايش، صلي على النبي، وعد محمدي. اذا تكفى همك، تعبان وزهقان ومش راضي بعشتك، قول الدعاء ده الصبح. اللي يرضى بالله يبقى عبد، والعبد يعيش عيشة العبد زي ما سيده عايز يعمل. الصلاة على النبي إن شئت قل أنها سر الله العظيم الأعظم. الواحد فينا بيدور على اسم الله الأعظم عشان يفتح له كنز، ولا يطلعه فوق في السماء، ولا يجيبه في الأرض. ما تدورش على الكلام ده، ده صعب عليا وأنا وإنت. حتى لو كان معاك اسم الله الأعظم وفي جنيه حرام في جيبك مش هتقبل. لو معاك اسم الله الأعظم وفي قلبك إصرار على كبيرة وفعل حرام مش هيفتح، لأن السر في إيه؟ مش في الحرف، السر في القلب، السر في الكف، السر في الطهارة الداخلية. قول يا لما راح سيدنا سعد قال له يا رسول الله سأل الله أن أكون مستجاب الدعاء. حاضر، بسيطة جدا، عادي. عايز كل ما تيجي عايز دعوة استجاب، وماله؟ أطب مطعمك، الطبق اللي بتاكل فيه خليه حلال، وده بس كده رسول الله. يبقى معنى كده اسم الله الأعظم في جيبك، المحفظة إن كانوا القرشين سلام، اعرف إن أنت أي اجري بس ادعي ما شئت ما دام الأكل حلال. إنما نضيع الدين بالدنيا ونقول اسم الله الأعظم. واحد شغل لي باله ماسك الأوراد عمال يقرأ من الشمال يمين وطلاسم ومعرفش إيه، مش هتوصل لحاجة. يا سيدي الفاضل كلمتين وبس، كل حلال وصلي على النبي. إيه رأيك في خلاصة الدين كله في الكلمتين دول؟ كل حلال. طب سيدنا النبي ما قالش سيدنا سعد صلي على النبي دي، قال له كل حلال بس. قال لا، لأن سيدنا سعد قاعد مع النبي، وسيدنا سعد كان خال النبي، فيبقى احنا ايه؟ محتاجين سيدنا النبي، فندخل عليه بالصلاة على النبي. يبقى كل حلال وصلي على النبي تفتح لك كل الأبواب المغلقة. والله ما لنا خروج من أزمات ذلك العصر الصعب والزمان الذي ضاق على أهله إلا بكثرة ذكر الله والصلاة على رسول الله واللقمة الحلال. ولما نقول اللقمة الحلال دي ما هي سهلة، فتن الزمان بقت صعبة. الموظف اللي بيروح الشغل ويمضي ويمشي ما هو مش حلال، ما المرتب اللي بتاخده ده حضرتك ما هوش حلال، لا لازم تروح تشتغل. ما نبقاش واكلين حقوق الناس واكلين أموال الناس واكلين الحرام، وجاي تقول للشيخ يا مولانا على النبي أنا عايز أعرف الاسم الأعظم. الاسم الأعظم الله، بس اجروا الله الله، شوف هتنفع معاك ولا لا. مش هتنفعك، لان الجيب ملطخ والقلب موسخ. فنظف قلبك بكثرة الصلاة على رسول الله، وطهر جيبك مما لا يرضي رسول الله، واسأل الله بأي اسم شئت يفتح لك أبواب العظمة. عارف اسم الله الأعظم إيه؟ الله. أنا بقوله لك بصراحة أهو، الله. بس ليه مقتضيات؟ ليه؟ ربنا قال إيه بقى؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قبل ما تقولها توضي، توضي جيبك وتوضي قلبك. وضوء القلب بالصلاة على حضرة النبي، كتر كتير من الصلاة على النبي عشان يغفر ذنبك ويذهب همك. وخلي جيبك اتأكد انه ما فيهوش جنيه حرام. يا رسول الله سأل الله ان يجعلني مستجاب الدعاء. بسيطة خالص، كل حلال، كل عيش حلال. طب بتاكل حرام وبتقرا الاسم الأعظم، والله ما هيجيب معاك نتيجة. أن يستجاب لك مفيش إجابة. يبقى نصيحتي لكم، كلوا حلال وصلوا كتير على النبي. عيان صلى على النبي.
مديون صلي على النبي، مهموم صلي على النبي، مش عارف اوصل لربنا صلي على النبي، قلبي مخنوق صلي على النبي، العيال شقاي صلي على النبي، ربنا يهدهم لك. اذا تكفى همك، اذا دي محطه بنطوق نبوي وعد محمدي وما ينطق عن الهوى، اذا تكفى همك. طب عايز ادخل الجنة برضو صلي على النبي، لان سيدنا النبي قال اخطأ طريق الجنة من نسي الصلاة عليه، يبقى مشي غلط، سكتك مش مظبوطة. اثبتكم على الصراط، خايف من الصراط لا تتهزوا تحط في النار، اثبتكم على الصراط اكثركم علي صلاة. يبقى عايز ربنا يثبت قدمك على الصراط، كتير تصلي على النبي. لو اطب مطعمك ايه؟ تكون مستجاب الدعاء. انت تعرف سيدنا سعد ده لما كان حلال اخر ايامه كان كفيف، يحط ايده على اللعمه يصحى، فيروح يقول له يا سعد طب ادعي لنفسك، قال لهم قضاء الله احب الي من رجوع بصر. ايه الرضا العالي ده والجناب الكامل ده والعظمه دي؟ ناس رضت بربنا. قال صلى الله عليه وسلم من قال كل صباح ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو يقول محمد احنا نقول سيدنا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله، كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. عايز ربنا يرضيك، عندك حاجة بتبيعها وربنا عايزه يرضيك فيها، قول كده ثلاث مرات الصبح، تعبان وزهقان ومش راضي بعيشتك، قول الدعاء ده الصبح، كان حقا على الله أن يرضيه. بس ليه شرط؟ معنى تقول رضيت بالله ما تخلفوش، ما هو ده اتفاق، انت بتبرم الصبح، بتعقد اتفاقية الصبح من عشان نفهم الأذكار اللي بنقولها وخلاص، نوم الصبح نقول رضيت بالله يا رب. طب اللي يرضى بالله ربا يحصل ايه؟ ما احنا اتفقنا اهو، رضيت بالله ربا ناكل حلال، رضيت بالله ربا ما ننظرش للحرام، ما نمدش ايدينا على اللي مش بتاعنا، ما نفتريش على خلق الله. اللي يرضى بالله يبقى عبد، والعبد يعيش عيشة العبد زي ما سيده عايز يعمل. ورضيت بالإسلام دينا، الإسلام قال نعمل ايه؟ الإسلام قال نصوم ونصلي ونزكي ونحج وننشر السلام. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ادي الاسلام. رضيت بالاسلام ما تاذيش حد، ما تبقاش مفتري، ما هياش فرض عضلات، الاسلام عضلاته من جوه مش من بره، في التسامح، في التسامي، في العفو. رضيت بالنبي صلي عليه كتير وتتبع سنته وتتاسى باخلاقه صلى الله عليه وسلم.